يقول لدينا إمام جامع أحيانا يزيد في الصلاة سهوا، وعندما يذكره المأمومين بكلمة سبحان الله لا يرجع عند شروعه في القيام، علما بأنه لا يكبر بعد الرفع من السجود إلا وهو واقف. إذا كان قام إلى زائدة، ركعة زائدة خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، قام إلى ركعة زائدة وكبر ولم يرجع، سبح ولم يرجع، لا يجوز لهم أن يتبعوه، بل يبقون فإن ينتظرون، إن شاءوا أتوا بالتشهد الأخير يسلموا لأنفسهم، وإن شاءوا انتظروا وسلموا معه، ثم يخبرونه بأن هذه زائدة، ولا يجوز لهم أنهم يتابعونه وهم يعلمون أنها زائدة. أما إذا كان قام من التشهد الأول واعتمد قائما وسبح ولم يرجع فلا حرج عليه، لا حرج عليه، لكن يسجد للسهو، يجبر تركه للتشهد الأول سجود السهو، وإذا اعتمد قائما يكره أنه يرجع ولو سبحوا. نعم.